إذا سألت الآن هؤلاء من أنتم، يقول لك إحنا أتباع محمد وآل محمد. إذا سألتم هل أمركم محمد وآل محمد بهذه البدع والخرافات، سيقول لك أليس لهم فضل وليس لهم قربة وليس لهم. سؤالي إليك، هل أمركم بهذا؟ لن تجد الجواب، ولن تجد ولا أمرا في كتبهم أمرهم بهذا التخلف وهذه البدع. إحنا كل يوم عندنا وفاة، وكل يوم ماخذين خيوننا وجماننا وسادين الشوارع نسوان وزلم، ها، وطالعين نوري العالم الوجه المتخلف لهذا الدين. كل يوم طالعين عندنا نطلب الأجر والثواب منين؟ من إبليس. ليش من إبليس؟ لأن الله عز وجل ولا رسوله أوصانا بهذه البدع والخرافات. وأتحداكم من أكبر معمم الأصغر شيعي أن يأتيني بدليل واحد من كتبه إن أهل البيت أمروهم بهذه البدع والخرافات وقالوا لهم اتبعونا بهذه البدع والخرافات. تحياتي إليك يا عفير، يا عابد الأصنام والقبور، يا أشرك المشركين في هذا الزمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.